بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. مرحبا بكم أيها الأحباء اليوم في لقائنا وثمر الروح القدس في حياتنا وفي الكنيسة. نأتي ما ذكرناه في الحلقة السابقة عن ثمر الروح القدس، متذكرين الثمار الثلاثية، ثلاثة فروع: محبة، فرح، سلام في علاقتنا نحو الله، إيمان، وداعة، تعفف، طول أنا، لطف، صلاح، تجاه علاقتنا مع الآخرين، إيمان، وداعة، تعفف في علاقة الإنسان مع نفسه. إحنا حنتكلم باختصار عن هذه الثمار، ومرة أخرى بقول هو ثمر الروح القدس اللي مذكور في غلاطية 5:22-23. ثمر الروح القدس، وليه بنقول ثمر؟ لأنه المصدر واحد والينبوع واحد. وهنا شبهوه الآباء ثمر الروح القدس عبارة عن عنقود عنب. عنقود العنب ده دايما نلاقي فيه حبات العنب. حبات العنب ممكن نلاقي حبة صغيرة وممكن نلاقي حبة كبيرة، حبة لسه في مراحل النضوج وحبة نضجت اكتملت النضوج بتاعها، حبة لسه الطعم بتاعها مر وحبة تانية الطعم بتاعها حلو. من هنا أصبح ثمر الروح القدس كما شبهه الآباء هو عبارة عن حياة جهاد من قبل الإنسان مسنود بعمل النعمة وعمل الروح القدس لكي ما تنمو وتكبر هذه الثمار. عشان كده كل إنسان مننا ما ييأس أو يظن أن الروح القدس لا يعمل فيه، إذا كانت الثمرة دي صغيرة لسه ما زال الروح القدس يعمل وسيعمل فينا يا أحبائي. لما نمسك هذه الثمار، أول ثلاث ثمار: محبة، فرح، سلام. المحبة في حياتنا الروحية، حياتنا المسيحية أحبائي، دايما بتسير في خطين متعامدين اللي هو الصليب. الصليب هو حب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. أصبحت المحبة هي عبارة عن صليب، والصليب عبارة عن خطين متعامدين. محبة الله وهي علاقة كل إنسان مع الله، وبالتالي تكمل أو تأتي نتيجتها في محبة الإنسان مع الآخرين. يبقى دي العلاقة الشخصية للإنسان مع الله وعلاقته مع الآخرين، سواء أهله، أقرباءه، أصدقائه أو المجتمع اللي بيعيش به. محبة الله هي الأساس، هي النبع، المصدر الأساسي، ومحبة الناس هي البرهان والثمرة لهذا الحب اللي قال عنه السيد المسيح: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم محبة بعضكم لبعض، وبهذا نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة إن كان حب بعضنا نحو بعض. يبقى إذن ده الثمرة أو ده البرهان والدليل لهذه المحبة. الثمرة الثانية وهي الفرح، والفرح اللي بنقصده في حياتنا الروحية كأولاد الله هو الفرح الروحي وليس أفراح العالم الباطلة يا أحبائي. الفرح الروحي كما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالة الفرح، رسالة فيلبي: افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. الفرح في حياتنا كأولاد الله له أسباب كثيرة. أولا فرحانين بالعشرة مع الله، إذا كان الله يتلذذ ويقول لذتي مع بني آدم، فكم وكم فرحة الإنسان مع الله. فرح أيضا بالخلاص الثمين اللي أعده لنا الله واللي تممه لنا على عود الصليب وبقيامته. فرح بعطايا الله الكثيرة، فلنشكر صانع خيرات لأنه سترنا وعاننا وحفظنا وقبلنا إليه. عطايا كثيرة في حياة كل إنسان مننا. فرح أيضا بالشركة مع في تقديم عبادة مرضية أمام الله. يقول كده في مزمور 100: ادخلوا إلى حضرته بترنم ونقدم عبادة. إيه؟ اعبدوا الرب بإيه؟ بفرح، وادخلوا إلى حضرته بترنم. فرح أيضا بإن احنا بنشترك في الآخرين مع الآخرين بالعطايا
باحتياجات الآخرين. الله بيدعونا أن نشترك بهذا الفرح كما أرسل التلاميذ وتكلمنا عنه الحلقة السابقة، الفرح الثلاثي، فرح بالخدمة وفرح بالسلطان وفرح بالملكوت. الثمرة الثالثة وهي السلام. عربون الحياة الأبدية السعيدة هو السلام الذي نحيا به في حياتنا مع الله وإحنا في الأرض يا أحبائي. لما بنتكلم عن السلام بنتكلم عنه من جوانب الثلاثة. أول حاجة سلام مع الله، ودي يقول عنها معلمنا بولس الرسول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، والنتيجة وسلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. سلام أيضا مع الناس، مع المجتمع، نعيش بالسلام إن كان ممكنا بحسب طاقتكم، سالموا جميع الناس. والسلام الأهم من ده كل، آسف مش الأهم ولكن المطلوب أيضا في حياة إنسان، أن يحيا الإنسان بسلام الله في داخله. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم، ده سلام محتاج الإنسان أن يدركه. كيف يحيا الإنسان حياته الأبدية من على الأرض؟ من خلال المحبة والفرح والسلام. عازي علاقة الإنسان مع الله، وده الفرع الأول. الفرع الثاني وهو علاقة الإنسان مع الآخرين، وبتتمثل في ثلاث ثمار. الثمرة الرابعة وهي طول الأناة. طول الأناة معناه أن الإنسان يكون وديع، إنسان يكون متأني، إنسان بطول الروح وطول البال، سعة صدر واحتمال وصبر مع الآخرين. وده لا يمنع أيضا أن الإنسان يكون في الحق، حازم في الحق. يعني طول الأناة لعلنا ندرك عمل السيد المسيح له المجد في حياته مع الآخرين. ولكن لما جاء إلى الهيكل قال: بيتي بيت الصلاة يدعى، لأنه وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. السبب من ده كله إيه؟ غيرة بيتك أكلتني. هو قال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم. لكن هو أيضا الذي لم يحتمل أن يتحول بيت الله إلى بيت مغارة لصوص أو بيت تجارة. إذن طول الأناة هي ثمرة تعامل مع الآخرين في تأني وفي طول روح وطول البال. الثمرة الخامسة وهي اللطف. لطف معناه ضد العنف، وهو نوع من الوداعة والرقة والفرح اللي بنسمع عنه في حياة آبائنا الأولين في الكنيسة الأولى. لما كان إنسان، ولحد يومنا هذا يمكن بتحصل هذه الأيام، نسمع عن هذه القصة المشهورة إنه لما إنسان غير مسيحي يرجع بيته فرحان ومبسوط وبشوش، زوجته في البيت تقول له: أكيد النهاردة قابلت إيه إنسان مسيحي. ليه؟ لأن دي ثمرة الروح في حياة أولاد الله، البشاشة والترفق بالآخرين وبعيد عن أي نوع من الهجوم أو أي نوع من القسوة على الآخرين. الثمرة السادسة في علاقتنا مع الآخرين وهو الصلاح. والصلاح يعني إنسان صالح، والصلاح عبارة عن حاجتين يا أحبائي: صلاح سلبي وإيجابي. يعني إيه صلاح؟ لعلنا نذكر كلام السيد المسيح له المجد: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات. الصلاح السلبي هو كيف إنسان يحيا في صلاح مع الله، يعني يبعد عن الخطايا ويبعد عن التجارب اللي بيحارب بيه إبليس. طب والصلاح الإيجابي كيف يقتني الإنسان فضائل وعمل الروح القدس؟ كيف يعيش الإنسان بالخير وببر المسيح في علاقته مع الناس؟ يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. دي الثمرة السادسة وهي الصلاح. الثمرة الفرع الثالث وهو آخر ثلاث ثمار في علاقة الإنسان مع نفسه. الثمرة السابعة يا أحبائي وهو الإيمان. والإيمان زي ما قلنا هو الأساس اللي بنبني عليه حياتنا الروحية وعلاقتنا بالله. وعلمنا بولس الرسول يقول كده: بدون إيمان لا يمكن إرضائه. إذن رضا الله أو كيف نرضى الله؟ بأن احنا نصدق، نؤمن يعني نصدق ما
تممه الله في حياتنا وما جاء به رب المجد يسوع لكي ما يعطينا خلاص وفداء وحياة أبدية. تثق وتؤمن أنك مكرم وإنك عزيزا مكرم زي ما بيقول في أشعياء النبي أصحاح 43، صرت عزيزا ومكرما في عيني. إذن أنت إنسان غالي على المسيح، صدق إنه بيحبك، صدق إنه جاء مخصوص علشانك زي ما بيقول المرنم. الثمرة الثامنة يا أحبائي وهي الوداعة، وزي ما قلنا في اللطف هو نوع من الوداعة، بس الوداعة دي هنا تعني بها من الداخل، ليست مجرد صورة خارجية إن أنا إنسان وديع مع الآخرين، إن أنا إنسان في رقة وفي تعامل في بشاشة مع الآخرين، وأنا من الداخل جواي ثورة وجواي نار بتغلي وجواي هيجان. لا، الوداعة هي السكون والهدوء والبعد عن العنف من الداخل تشبها بالسيد المسيح له المجد. يا أحبائي الثمرة التاسعة والأخيرة وهي التعفف، وهي التعفف بمعنى العفة والطهارة والنزاهة اللي بتشمل عفة اللسان، عفة الجسد، عفة الحواس، عفة الفكر والقلب، عفة يد كل ما تمتد للإنسان. دي ثمار الروح القدس يا أحبائي كما علمها لينا الكتاب المقدس. بنصلي فعلا أن تكون هذه الثمار مثمرة وواضحة في حياتنا حتى يتمجد الله فينا وبنا ومعنا مع الآخرين. أختم بآخر حاجة يا أحبائي وهي كيف ينمو الروح القدس في حياتنا، كيف يثمر الروح القدس في داخلنا. في 5 أساسيات في عمل الروح القدس. احنا اتفقنا ان احنا لا نقاوم الروح ولا بالتالي لا نحزن الروح فلا ينطفئ الروح. طيب عايزين نشعل هذا الروح، عايزين ينمو هذا الروح في حياتنا. اولا احرص على الذهاب والمجيء الى بيت الله. ما هذا الا بيت الله وهذا هو باب السماء. كنيستك في احتياج لوجودك في جوانا، مش لأن الكنيسة ناقصة، بل بالعكس، لأن بينا يكتمل عمل الله وبينا نثمر الملكوت وبينا نكمل احتياجات ونقائص بعضنا بعض. الجسد الذي كونه رب المجد يسوع جسد كامل بلا عيب، عشان كده محتاجين موجود وجودنا باستمرار في الكنيسة، وده بيتم من خلال علاقتنا وعبادتنا في الكنيسة، من خلال الاشتراك في صلواتها، من خلال الاشتراك في أصوامها، من خلال الاشتراك في حضور اجتماعاتها الروحية والتعليمية. يبقى أول حاجة احرص على الوجود في بيت أبوك السماوي. تاني حاجة واظب على قراية الكتاب المقدس، ليس كروتين وليس كإجبار، ولكن لا نستطيع أن نحيا من غير كلمتك يا رب. يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. ثالث حاجة حياة التوبة وحياة الاعتراف، خصص ليك أب اعتراف، واظب على حياتك مع أب اعترافك لكي ما يتجدد الروح القدس في حياتك وتكون إناء للكرامة باستمرار. رابع حاجة وهو الاشتراك في جسد المسيح ودمه اللي مدعو به كل إنسان، تعالوا خذوا كل هذا هو جسدي وتعالوا اشربوا هذا هو دمي، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية. وآخر حاجة هو يا أحبائي وهو احذر من الفتور الروحي. يبقى مجيئك للكنيسة، وجودك واشتراكك في حياة الكنيسة مع المؤمنين، قرايتك للكتاب المقدس في بيتك وانتظامك في حياتك الشخصية والخلوة اليومية، مواظبتك على الاعتراف والتناول من خلال التصاقك بأب اعترافك وحياة التوبة والاعتراف، وأربعة والتناول، 5 وهو نحذر من الفتور الروحي. وهنا أدي نبذة بسيطة سريعة لأمر كلنا دايما بنشتكي منه في بعض الأحيان، إننا دايما فتران يا ابونا شاعر بفتور روحي. الفتور يا أحبائي هو عبارة عن إنسان متردد. متردد بإيه؟ متردد ما بين مش عايز نفسه إنه يعيش حياة مقدسة
نفسه أنه يعيش حياة مقبولة مرضية أمام الله، نفسه أنه يعيش بالفضيلة، وفي نفس الوقت مش عايز أنه هو يجاهد ضد الخطية، مش عايز يقاوم محاربات إبليس. إنسان متردد، عايز نفسي أن أنا أعيش لربنا، وفي نفس الوقت نفسي أن أنا أعيش في العالم. الكتاب المقدس يحذرنا أحبائي على لسان إيليا النبي: لا تعرجوا بين الفرقتين. من هنا أسباب الفتور الروحي جاءت في 4 أسباب. السبب الأول: راجع نفسك ومحبة الله في حياتك. أنت مفتقد إلى محبة الله. الإنسان الفاتر روحيا إنسان لم ينمو بعد في محبة الله، وبالتالي لا يمارس أي شيء ولا أي تدريب تعبر عن هذا الحب. يعني ملهوش اشتراك لا في بيت الله ولا في صلوات ولا في أصوام الكنيسة ولا في الكتاب المقدس ولا في أسرارها. كيف ينمو هذا الإنسان، أو كيف يشتعل الحب الإلهي في هذا الإنسان؟ يبقى إذن محتاج مراجعة. إنسان لم ينمو بعد، ما بنقولش إنه ما فيش محبة ربنا خالص، لكن آسف أقول لربما تكون محبة اسمية. يبقى إذن أنت الإنسان الفاتر روحيا هو الإنسان المفتقد والمفتقر إلى محبة الله. الحاجة الثانية: الفتور الروحي هو ضياع الهدف. الإنسان المسيحي له هدف واحد في الحياة، هو إيه؟ إنه يتمتع بخلاص نفسه ويتمتع أيضا بخلاص الآخرين. نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، كما يقول معلمنا بطرس الرسول. الإنسان الروحي له هدف، وكيف يمتد ملكوت الله على الأرض، إزاي كل الناس تتعرف على المسيح. وعشان كده يحتاج أنه يذكر نفسه بهذا الأمر. مين من آبائنا القديسين كان يذكر نفسه بهذا الأمر؟ القديس أرساني. يوم ما طلع من العالم القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك، يوم ما طلع من العالم ودخل الدير من أجل رفض محبة العالم وأباطيل العالم، وتذكر حاجة واحدة بس: محبة الله. كان دايما يذكر نفسه بهذا القول: أذكر يا أرساني الهدف الذي من أجله تركت العالم. السبب الأول افتقار إلى محبة الله، السبب الثاني ضياع الهدف أو تشويش في حياة إنسان، السبب الثالث وهو نسيان التوبة. التوبة في مفهوم الأصل والمسيحي والحقيقة أحبائي هي حياة يومية، حياة يومية في حياة إنسان اللي بيسند فيها الروح القدس الإنسان، بيقويها روح الانسحاق والتذلل الدائم أمام الله. الإنسان دايما بيراجع نفسه في نهاية كل يوم، على الأقل يقول باستمرار في كل يوم: توبني يا رب فأتوب، يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ. كما قال العشار، هو إنسان بيتذكر دايما لضعفاته وإحساسه الشديد واحتياجه لنعمة الله وحماية الروح القدس وحفظ الله ليه. يبقى إنسان لا يهمل التوبة ولا خلاص نفسه. وآخر حاجة أحبائي في الفتور الروح، أسباب الروح الفتور الروحي، هو كيف يعيش الإنسان بهذه المحبة الحقيقية للناس. يبقى قلنا افتقار إلى محبة الله، بالتالي حيكون في غير ما فيش محبة حقيقية للناس، ضياع الهدف، ونسيان أو افتقاد أو عدم تذكر توبة الإنسان في حياته. محبة حقيقية للناس بتصهر في خدمتهم، في احتمال ضعفاتهم، في مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم، في عدم إيذائهم، في عدم الحسد، بل الفرح لكل نجاحهم ولكل تقدمهم في حياتهم الروحية. تعالوا ذوقوا وانظروا إيه ما أطيب الرب. تعالوا فرح الإنسان لما يلاقي إنسان اقترب إلى المسيح. يا سلام لما يقول كده الأب للابن الكبير في رجوع الابن الضال، يقول له كده: تعال افرح النهاردة، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. وإحنا أيضا نفرح لكل إنسان يأتي إلى المسيح بقلب مملوء بهذا الحب الإلهي. الله يعطينا يا أحبائي أن نهرب عن أسباب الفتور الروحي ولا نحيا في هذا الفتور، وإن سقطنا نردد مع المرنم قائلا: لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم،
إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. الروح القدس الذي حل على آبائنا القديسين والذي يعمل في كنيسة الله المقدسة المغتسلة بدمه الطاهر هو الذي يعمل في حياتنا، هو الذي يثمر في قلوبنا لمجد اسمه القدوس. له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد أمين. لتكن محبة المسيح وشركة روحه القدوس ونعمة الله الآب معكم جميعا يا أحبائي. آمين.